أيضا هناك معلومات بتشير إلى أن سيكون هناك تغيير في لجنة المسابقات خلال المرحلة القادمة، مش المرحلة دي، بعد انتهاء الدوري. كل اللي أنا بقوله لحضراتكم ده معلومات جايلنا من جوه رابطة الأندية، وبالتالي هناك قد نرى وجوه جديدة خلال المرحلة القادمة في لجنة المسابقات. هل ده هيحصل ولا مش هيحصل؟ معرفش. بداية الموسم الجديد زي ما حضراتكم عارفين، وزي ما اتحاد كرة القدم المصري بعت امبارح وقال قال انه السنة اللي جاية هتبدأ في النصف الثاني من شهر 9، من شهر سبتمبر، وبالتالي هيبقى عندنا وقت من نهاية الدوري ده اللي هو في نص 8، من 15/8 ل 20/8 لغاية بداية الدوري الثاني، نشوف ايه اللي هيحصل في كل هذه الأمور، سواء في رئاسة لجنة الحكام، سواء هل سيحدث تغيير في لجنة المسابقات. اللي بالمناسبة ما عنديش أي كلام يخص هذا الأمر، لأنه في النهاية الناس لو اتكلمت هتتكلم عن اللي بيحصل أو المؤجلات اللي بتحصل مع النادي الأهلي. شيل اسم النادي الأهلي وحط اسم أي نادي تاني، هل المؤجلات ما كانتش هتحصل؟ كانت هتحصل وكانت هيبقى في مؤجلات. شيل بس اسم النادي الأهلي، الناس هتستريح، أو بعض من لا يشجع النادي الأهلي هيستريحوا لما نتكلم بهذا الشكل.